وتعتبر سيق من أكبر قرى الجبل والمركز الحكومي للمنطقة، حيث يقيم في سيق بصفة دائمة نائب والي نزوة، كما افتتح فيها مركز طبي مع طبيب مقيم، كما يقوم المختصون في المركز بجولات على المناطق المحيطة ويقدمون العلاج المجاني للجميع. كما أقامت وزارة الزراعة في سيق مركزاً للإرشاد الزراعي ومزرعة نموذجية لإجراء التجارب والاختبارات على مزروعات المنطقة لتحسين نوعية الإنتاج ودراسة أفضل الأنواع الممكن زراعتها في هذه المنطقة والتي تعطي مردوداً إنتاجياً كبيراً. ويقدم المركز بذلك الإرشاد الزراعي المستمر للمزارعين في هذه المنطقة، وتقدم الحكومة للمزارعين خدمات نقل منتجاتهم بالطائرات إلى سوق نزوة المركزي دون مقابل، مما يسهل عملية وصول الخضروات والفاكهة طازجة إلى المواطن من ناحية، ويشجع على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته من ناحية أخرى. وإلى جانب الخدمات الطبية والزراعية، فقد تم افتتاح مدرسة جديدة في سيق تضم 250 طالباً من أبناء الجبل، وقد وفرت لهم حكومة صاحب الجلالة المدرسين المؤهلين والكتب الدراسية ووسائل الإيضاح. وتستقبل المدرسة جميع أبناء المنطقة دون استثناء، حيث يتلقون العلم في جو تعليمي وثقافي نموذجي. قرية سيق تمتاز بموقعها المستوي في واد عريض قريب من المطار المبني من منطقة الجبل، والذي يستقبل الطائرات الصغيرة والعمودية باستمرار، مما يؤمن احتياجات الأهالي بصورة مستمرة ودائمة. ووادي بني حبيب من أخصب مناطق الجبل وأكثرها مياهاً، وقد حب الله هذه المنطقة جمالاً طبيعياً أخاذ، حيث تتساند الجبال بألوانها الخلابة وأوديتها الساحرة. ويشتهر وادي بني حبيب بزراعة الفاكهة مثل الرمان والخوخ والمشمش والتين والجوز واللوز، كما تزرع الورود النضر الجميلة والتي يصنع منها ماء الورد الممتاز، حيث تعصر في معاصر خاصة ثم تصنع بشكل ممتاز. ويصدر ماء الورد الذي يعتبر بحق أجود أنواع ماء الورد الذي تنتجه عمان. ولقد أعطى الجبل الأخضر بشموخه وجماله أعطى أهله طيبة النفس والكرم العربي الأصيل. ويمتاز سكان الجبل الأخضر بحدة الذكاء وطيب المعشر، ولقد ذكر من سكانه علماء وأداب ومفكرون أغنوا التجربة الحضارية العمانية، وساهموا مع إخوانهم في كافة أرجاء عماننا الحبيبة على تكريس العراقة والأصالة. وكان لتوجيهات وإرشادات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم والاهتمام حكومته الرشيدة بهذه المنطقة وتطويرها الأثر الكبير، مما جعلها حديقة غناءة يسعد أهلها بالطمأنينية للحاضر الزاهر والمستقبل المشرق. الجبل الأخضر لوحة جميلة تكتمل بها صورة عماننا الحبيبة.
اسمي سعيد بن حمود وعمري 12 سنة. هذه هي قريتي وتسمى وادي بني حبيب، تقع في واحد من أجمل المواقع في منطقة الجبل الأخضر على ارتفاع 2500 قدم. مع شروق الشمس في هذه البلدة الصغيرة الهادئة، وعندما تطير الطيور من أعشاشها، يبدأ الرعاة بأخذ قطعانهم إلى المراعي بحثاً عن العشب. ويحمل الراعي معه منظاراً وبندقية حتى يستطيع الدفاع عن قطيعه من الذئاب. اليوم هو يوم الجمعة، العطلة الأسبوعية، وهو اليوم الذي أخرج فيه مع صديقي محمود للعب قرب نبع الماء القريب من القرية. يا أخي علي، اليوم الهواء ممتاز والماء جاري. ممكن أن الهواء يتحول إلى سائل، هذا لا الهواء. علي، هذه خرافات. هذه لا، نحن سمعنا أن الهواء يتحول إلى سائل. يا أخي هذه خرافات علي، هل معقول الهواء يتحول إلى سائل؟ بكرة نسأل أستاذنا ينزل. إن شاء الله ينزل نشوف أستاذنا. نزل بكرة. أحد الواجبات المهمة التي أحب أن أقوم بها في هذا اليوم هو صنع القهوة وتجهيزها. كما أن علي أن أنقل الزوالي من البيت وأن أفرشها في الساحة الكبيرة القريبة من بيتنا، حيث يجتمع رجال القرية للحديث في أمور مختلفة ولتناقل الأخبار فيما بينهم، والتي أستمع إليها باستمرار وأنا أقدم القهوة لجميع الحاضرين واحدا بعد الآخر. كما أنني أفرح عندما يبدون إعجابهم بالقهوة لأنني أنا الذي صنعتها. كان معظم الحديث في هذا الاجتماع عن الطريق الجديد الذي يجري افتتاحه من بركة الموز إلى السيق. يوم الجمعة هو اليوم الوحيد الذي أتناول فيه طعام الغداء مع جميع أفراد العائلة لأنه يوم العطلة، ففي أيام الأسبوع الأخرى أكون في المدرسة ولا أحضر البيت إلا بعد الظهر. هذا حقيقي. أكثر ما يسعدني في هذا اليوم هو سماع صوت المؤذن ينادي للصلاة، حيث أذهب مع والدي لأداء الصلاة مع باقي رجال القرية في المسجد القريب من بيتنا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. في صباح اليوم التالي أستيقظ مبكرا، وبعد أن أغسل وجهي أتناول فطوري ثم أخرج لألتحق بباقي زملائي لنبدأ رحلة إلى المدرسة. Thank you.
إن علينا أولاً أن نبدأ الصعود إلى قمة الجبل حيث تكون سيارة المدرسة بانتظارنا. في البداية كنا نتعب من الصعود، ولكن الآن أصبحت هذه الرحلة ممتعة. وفي الطريق أتحدث مع زملائي حتى أنني لا أشعر بمرور الوقت. ما أن نصل إلى قمة الجبل حتى نصعد إلى سيارة المدرسة التي تبدأ في السير على الطريق الذي مهده أبناء وادي بني حبيب ليتصل بالطريق المؤدي إلى السيق. تستغرق المسافة بين وادي حبيب والسيق حوالي 40 دقيقة نقضيها بترديد الأناشيد والأغاني. كذلك يأتي إلى مدرسة السيق عدد من الطلاب من مختلف القرى المجاورة. نمر ونحن في طريقنا إلى المدرسة بمطار السيق، حيث يتوقف الطلاب لبعض الوقت لمشاهدة الطائرات وهي تهبط أو ترتفع، أو لمشاهدة المسافرين مع هذه الطائرات. بعد التمارين الصباحية يأتي دور كلمة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسيد الناظر، أساتذة الكرام، زملاء الطلبة، تسمعوا لأن القيادة الكلمة يا مدلس يا مدلس يا قرة عيني في العلم والأدب والأخلاق العالية، تلعتنا تلقي تلقي زلتنا بالمائية، somebody else coming. Okay, Said, come to the board, please. Who is this man? Who is he? He's a policeman. Oh, is he a policeman? No, he's a pilot. Oh, he's a pilot. That's right. Is he a pilot? Yes, he is. Yes, he is. Can you write pilot on the board? Yes. Paul, شوف لي هاي المسألة وحل. بعد انتهاء اليوم المدرسي تحملنا السيارة مرة أخرى لنعود إلى قريتنا. وعندما عدت إلى بيتنا وجدت عمي يجلس هل عندك الأربع؟ نعم وهما يتحدثان. الحمد لله. بعد أن استريح قليلا أذهب لزيارة صديقي محمود.
وفي الطريق أمر بعدد من المزارعين الذين يقومون بالعمل في أراضيهم. فقريتنا مشهورة بمحاصيلها مثل القمح والقط والجوز والرمان والعنب، وجميع هذه المحاصيل يأخذها أهل القرية لبيعها في مدينة نزوة. كيف الزراعة اليوم؟ الزراعة زينة. قبل أن أصل إلى بيت محمود أمر على مجموعة من الأطفال وهم يقرؤون القرآن الكريم الذي حفظوه من إخوتهم وآبائهم، ويرفعون أصواتهم حتى يسمعهم الجميع منتظرين بشوق اليوم الذي ينضمون فيه إلينا في رحلتنا اليومية إلى المدرسة. كيف حالك؟ تفضل معنا، تفضل يا أخو. خذ هذا، شو معنى هذا الشغل؟ لا الآن يا أبنائي، وبعد أسبوع ستقومون برحلة مدرسية إلى العاصمة لكي تروا مدى التقدم الحضاري والرقي الذي وصلت إليه السلطنة.